السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد من سلسلة انتصارات الأسطورة المغربي بدر هاري. في هذا المقطع سنحدثكم عن هزيمة بدر من المقاتل العنيد زابيد ساميدوف، بعد أن استطاع بدر إذلاله وتحطيمه في نزالين سابقين. فكيف استطاع زابيد قلب الطاولة على بدر والانتقام منه في نهاية المطاف؟ في هذا المقطع سنريكم كل ما حدث، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. يعتبر المقاتل الأذربيجاني زابيد ساميدوف من أعند وأجرع المقاتلين على الإطلاق، ولديه أسلوب هجومي غريب جدا، فهو يستغل قصر قامته لمفاجأة خصومه ومباغتتهم. ولديه سجل رائع ومثير للإعجاب بمئة انتصار مقابل 9 هزائم فقط. وفي سنة 2009 واجه بدر المقاتل الأذربيجاني في بطولة الكيوان العالمية، وكان بدر في حالة جسدية مبهرة واستطاع السيطرة على النزال منذ بدايته، ولم يترك أي فرصة لزابيد للفوز عليه. فقد هجم بدر على زابيد بكل عنف منذ بداية النزال، وبعد مرور دقيقتين ونصف من الجولة الأولى وجه بدر لكمة عنيفة إلى أضلاع زابيد أسقطته أرضا بالضربة القاضية، وأنهت النزال بفوز بدر بشكل مبهر وبالجولة الأولى. He may have been winded. Thumping body shot from Harry. This one's going to be over. وفي سنة 2013 اجتمع المقاتلان مرة أخرى في ربع نهائي بطولة الكيوان العالمية، وكان زابيد يظن أنها فرصته للانتقام من بدر، ولكن بدر كان له رأي آخر. فبعد بداية النزال استطاع بدر إسقاط زابيد على الأرض بلكمة قوية إلى وجهه. واستطاع السيطرة على الجولة الأولى، ولكن زابيد عاد ووجه ضربة قوية لوجه بدر في نهاية الجولة الأولى، جعلته يدير ظهره لخصمه ويمشي باتجاه زاويته ريثما يستعيد عافيته. أما الجولة الثانية فقد كانت حماسية جدا، واستطاع فيها زابيد توجيه عدة لكمات إلى وجه بدر أسالت الدم من أنفه وجبهته، وعاد بدر وسيطر على الجولة الثالثة والأخيرة واستطاع الفوز بالنزال بإجماع الحكام. وكان هذا فوزه الثاني على زابيد. وبعد أقل من 3 أشهر اجتمع بدر وزابيد مجددا في نزال آخر، وبدأ زابيد النزال باندفاع شديد جدا وأوقع بدر على الأرض. وثم وجه لكمة شديدة لوجه بدر أسقطته على الحبال، وبدأ الحكم بالعد له. مما أثار جنون بدر فانقض عليه بكل قوته حتى انتهت الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية تفوق بدر على زابيد بشكل واضح ووجه له العديد من الضربات الرائعة، ولكن وبشكل مفاجئ جدا وغير متوقع وجه زابيد لكمة قوية لوجه بدر أسقطته أرضا بالضربة القاضية. وبدأ الحكم بالعد له، ولكن بدر لم يستطع الوقوف مرة أخرى لمتابعة النزال، وانتهى النزال بفوز المقاتل الأذربيجاني على بدر للمرة الأولى بعد خسارتين متتاليتين. وهكذا انتقم زابيد ساميدوف من البطل المغربي، وأصبحت النتيجة بينهما انتصاران لبدر مقابل انتصار واحد لزابيد. ونأمل أن يعود البطل المغربي وينتصر على زابيد مرة أخرى في المستقبل القريب. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب.
ولمن أحب مشاهدة المزيد من مقاطع البطل المغربي الدخول إلى صفحة قناتنا الرئيسية. ودمتم بأمان الله.